أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في وقتنا الحاضر إذا أمسك الشرطي أسلحة وأموالا من المخربين والمعتدين، فهل تكون سلبه وهل يأخذ من الغنائم؟ هذا إلى ولي الأمر، هذا إلى ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي شروط المعاهد؟ مع أن القتال البغاة والخوارج ما تغنم أموالهم لأنهم مسلمون، ما تغنم أموالهم ولا يجهز على جريحهم ولا يطلب مدبرهم، وإنما يقاتلون لكف شرهم، فإذا كف شرهم يتركون، فلا يقتل جريحهم ولا تؤخذ أموالهم ولا يطلب هاربهم، لأن القصد كف شرهم فقط، خلاف الكافر فإنه يقتل ويؤخذ ماله غنيمة. نعم.